من هنا وعلى ضفاف النيل من القاهرة، كارثة تهدد أمن مصر والمصريين جميعا. طائرة تحمل قنبلة جرثومية وتهدد بإلقائها في النيل لتصيب المصريين جميعا بالوباء. ايه ده؟ ده بجد الكلام ده؟ أم عصفور وملحق البلد من الآخر يا عم الحصان، البومبة دي هتسقط في قلب النيل، وأنا شغلي كله سامة ملوش في النيل، وعلى السكة وعلى الدغري كده يعني أنا معرفش أعوم. على السكة وعلى الدغري؟ ايه اختراع اللونجير ده؟ بقول لك النيل هيضيع. قوم ما تقول له حاجه يا بيرم. عصفور الدكتور عنده حق، فكرنا ضروري واحنا مروحين نشتري كراتين ميه معدنيه علشان لو النيل جرى له حاجه نبقى احنا متامنين بقى. معدنيه ايه؟ بقول لك النيل هيضيع. قوم يا عصفور، انت اللي في ايدك تنقذ البلد. ماليش فيه يا عم، كل برسيم بس انت واطلع من دماغي. بعدين يا دكتور ممكن تكون اشاعه، خلونا نشوف قنوات الفيل المتخصصة. إنها حقا كارثة، عصابة دولية تطالب بتهريب جواسيس وتهدد بإلقاء قنبلة جرثومية في النيل. أنقذونا، أنقذوا مصر، مصر تستغيث، أنقذوا هذا النيل العظيم، النيل الذي من يشرب منه يعود إليه مرات ومرات ومرات. وداعا لأغنية ما شربتش من نيلها، طب جربت تغني لها؟ لا، أنا هقوم أنقذ البومبة قبل ما سلمى تمشي. برافو، قوم يا عصفور. ايوه كده يا بطل. يلا عصفور، صحيح الموضوع شكله قلب جد. يلا يا دكتور، بس على السكه وعلى الدغري كده انا مش همشي لحد اول الشارع تاني. طب هنعمل ايه؟ نركب. ينفع؟ كان بودي صدقوني، بس انا عندي برنامج هسجل هنا. عالم الحيوان. بيك يا صريح بيه المرة التانية. احنا دلوقتي معانا بيرم الشاب الأمور. بيرم لو تفتكروا كان حاول ينتحر من برج القاهرة وهو فعلا نط، ولكن أنقذه الرجل العنابي في أول ظهور للرجل العنابي. بيرم، تحب تحكي لنا عن شعورك وإحساسك وانت معانا هنا في مكان الحادثة؟ في البداية أنا ببارك لمصر، بقول لها ألف حمد لله على سلامتك يا مصر، وإن شاء الله اللي يكرهوكي. بوجه رسالة لكل واحد كان خايف يفتح الحنفية ويشرب منها، كل واحد دخل الحمام وملحقش يتشطف، كل واحدة وقفت تحت الدش وملحقتش تستحمى، كل طفل كان نفسه ينزل حمام السباحة أقول لهم اشربوا اتشطفوا بلبطوا، مصرنا بخير، نيلنا بخير، ميتنا بخير، وده بفضل الرجل العناب والقائمين على صناعة الرجل العناب. شكرا.